اولا الاثمنه تاع كما قلت قبيله راه الثمن تاع 25 مليون ما غيتبدلش. هذا البرنامج كاين اللي اختنا ولا اللي بغى يقتني فيه راه كاين باقي اللي ما كاينش هو اتفاقيات جديده لان تبقى هذا البرنامج بدو جانبير 2020. فلذلك اللي كاين دابا هي الانتاج لو ستوك دي زانسيان كونفونسيون. دونك هذاك الثمن ديالو مضبوط. هاد الاثمنه دعم مرتبط بالثمن. الا مشيتي 35 مليون وكنتي مغربي مقيم في المغرب ولا خارج ارض المغرب وما كنتيش عندك ملك بسميتك وما كنتيش تفدي السكن الاجتماعي من قبل، راه حقك تاخذ هذا الدعم وتمشي وتقتني في حدود هذا سميتو ثمن. عرفتيش اولا ثمن اش اللي غيضبطو؟ السوق. انا نبيع ب 30 وهذا اللي حدايا يبيع ب 32 وحنا نفس الجودة لأن نفس القانونيتي ضبطنا. أنا من غنمشي السوق اللي غادي يضبط الثمن. لا كاين هذيك المسألة ديال النوار، الحمد لله راه ماشي هذي دولة عشوائية، راه كاين مراقبة، كاين دار ضريبة. ولا أظن اليوم سوق العقار باقي فيه النوار كما كنا تنعرفو سابقا. الأمور غادي تضبط، غادي يبدا تضبط، هذا واقع. والمواطن حتى هو خصو ينخرط معنا في العمليه واللي يطلب لي النوم غيفضحو. ولكن تبقى مقتنعه بان اغلبيه المقاولات في المغرب ناس في المستوى واغلبيه المغاربه ما نخليوش واحد الفئه اللي دائما تستغل الفرصه تجي وتخسر لنا الرؤيه اللي بغينا على هذا البرنامج واللي ان شاء الله غادي يستافدوا منه اغلبيه المواطنين فيما واش عنده الحق اقتاني اللي اساسي. اذا كان عنده سكن رئيسي، ديجا عنده سكن رئيسي ما عندوش الحق يدخل داخل هذا البرنامج. اذا ما كانش عنده من حقه ولكن خصو ضريبيا يقول بان هذاك السكن هو السكن الرئيسي ديالو، لان هذه المساله تاع السكن الرئيسي اش اللي تحددها؟ دار الضريبه. الوكالات الحضاريه ما عندها حتى علاقه التدبير كما قلت لكم، وكما جاء على في النص ديال البلاغ الديوان الملكي جلسة عمل كانت مرتبطة بالتعمير والسكن. هذا جزء التعمير هو اللي معني بهذا الوكالات الحضارية، ماشي هما اللي غادي ينفذوا. هذه باش نحسنوا في المستقبل الحكمة ديال التراب ديالنا ويكون هذا التراب توازنات معمارية أحسن وأكثر بين نخلقوا واحد الحكمة جديدة. ولكن ماشي هاد الوكالات هما اللي غيدوا. هذا النص القانوني كما قلت لكم موجود غادي يتناقش أساسا مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ولكن جميع القطاعات لأن الحق تبدي الرأي، وغادي يتبرمج في المجلس الحكومي فاش الأمانة العامة غادي تعطينا الموافقة. السؤال الثاني، واش الدار البيضاء غادي تدخل داخل هذا التصور الجديد؟ تنهضروا على لي زاجونس ريجيونال، راه يلاه مدينه الدار البيضاء اليوم اللي مختصه بوزاره الداخليه ماشي الجهه. الوكالات الحضاريه الاخرى كلها تابعه للوزاره ديالنا، فقط مدينه الدار البيضاء. وهذا غيكون نقاش ما بين جوج الوزارات. ثاني العالم القروي مسألة واضحة، والقوة ديال هاد لأن قلت لكم أول حاجة كنا بغينا نجيو ونجاوبوا معاه هي هاد المسألة، علاش فقط ستة ولا سبعة المدن اللي شفنا انتشر فيهم هاد السكن الاجتماعي وما استافدش العالم القروي؟ كما قال لكم دورة العمران إلا مشى مقاول خاص وقام بالواجب تبارك الله، ما كانش مؤسسة العمران دورها كذراع ديال الدوله غادي يمكن ليه ينفذ هاد البرامج في جميع مناطق المغرب لا القريبه لا البعيده.